لكن في ثلاث علامات حدثت فقط في هذا العصر ليس في أي عصر آخر أول علامة هي ازدياد المعرفة ومنشوف هاي النبوة في دانيال دانيال إصحاح 12 والآية 4 أما أنت يا دانيال فاخفي الكلام واختم السفر إلى وقت النهاية كثيرين يتصفحونه والمعرفة تزداد تعرفوا اليوم أحبائي هذا هذا الجهاز صار جزء كبير من حياتنا اليوم أي معلومات إحنا موجودة في هالجهاز الصغير أنت بتتكلم عن معلومات ستة آلاف سنة وبتتكلم عن معلومات تتزايد كل يوم أو كل ست ساعات بكل الموضوعات الموضوعات الطبيه والهندسيه والعلميه والاختراعات والاكتشافات و و, و الى اخره و يعني من كل الانواع المعرفه عم تزداد وهاي المعرفه اليوم احنا خلاص يعني انا بدي اي معلومه ما فيش حاجه حتى اروح على مكتب وانا قاعد بدي المعلومه اللي بدي اياها المعرفه تزداد واليوم هاي المعرفه في متناول الجميع كل شخص ممكن يعرف مش يحفظ يعرف ممكن تستعين او تستمد المعلومات من يعني شيء معين العلامه الثانيه اللي هي كمان علامه مهمه جدا في انجيل متى لما المسيح بيتكلم عن علامات كثيره بيتكلم عن علامه ولما بتصل بالتحديد لنهايه الايام بقول بيتكلم عن ازدياد الاثم أول علامة ازدياد المعرفة ثاني علامة ازدياد الاثم في متى 24 مكتوب ولكثرة الاثم تبرد محبة الكثيرين بتقول لي طيب ما هو من أول التاريخ في ديانات ضالة وديانات مزيفة وبدع ومن أول التاريخ في خطايا من سدوم وعمورة إلى اليونانيين والرومان طب شو اللي اختلف اليوم عن أي عصر مضى الفرق الوحيد أنه فقط في هذا العصر أن الخطية تشرع قانونيا تشرع قانونيا يعني اليوم أحبائي أنه مش بس بيفعل الخطية يصر بها وبيفتخر فيها وطبعا مثل ما قال إشعياء ويل للقائلين للمر حلو والحلو مر وللنهار ليل والليل نهار واليوم وهكذا للشر خير والخير شر وهذا اللي عم نشوفه اليوم اذا انت محافظ واذا انت بتتمتع في اخلاقيات عاليه انت تعتبر شاذ عن المجتمع واليوم طلابنا واولادنا بيتعلموا امور غريبه عجيبه لانها تشرع قانونيا وهي فرض عليهم في الشرق ضايعين وفي الغرب ضايعين ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين اليوم الكنيسة أحبائي مش حارة ولا ملتهبة مثل ما كانت فقدت الرؤية فقدت الهدف خلينا أعيدها اليوم الكنيسة فقدت الهدف فقدت الرؤية فقدت الأولوية فقدت المحبة الأولى فقدت الحماسة والغيرة إنه تروح وتصل للناس فقدت اشياء كثيره فما حارين في الروح ملتهبين كل واحد فالكنايس عم بتقل وعم تتخفض مع انه نشكر الرب الاعداد عم تتزايد في ايران في الشرق الاوسط في الصين في جنوب امريكا لكن في كثير اماكن عم تتضاءل وعم تضعف الكنيسه والسبب الخطيه. لما الخطيه بتدخل الكنايس بتسبب ماساه وبتسبب معاناه. لكثره الاثم تبرد محبه الكثيرين. والعلامه الثالثه احبائي ازدياد الكرازي. مكتوب احبائي في نفس الاصحاح في انجيل متى 24 ايه 14 وكل ما نوصل لنهايه الايام نشوفها اكثر كمان. بتشوف ارتداد بتشوف ضلال بتشوف عمى روحي، بتشوف انبياء كذبه، بتشوف مسحاء كذبه، ديانات مزيفه، ضلالات اللي بتضطهد المسيحيه لكن من ناحيه تانية رح تشوف نهضه ورح تشوف انتعاش ورح تشوف رجوع من العديد من الناس من خلال الكرازي مكتوب احبائي ويكرز ببشاره الملكوت هذه في جميع انحاء المسكونه شهاده للامم ثم يأتي المنتهى اليوم مين في بالعالم أحب أنا بسافر على كل أنحاء العالم مين ما عندوش الفرصة يسمع الإنجيل ويقرأ الإنجيل والشرح والتفسير واللي بيجادلوا المسيحية طب ما خلاص ما كله صار علنا أنا مستعد أفوت على أي كتاب وأي معلومة وأي شيء ما بنفعش تخبي ما بنفعش تعيش خدعة مخدوع ما, ما بنفعش ما بنفعش تحول الدين إلى سياسة لأنك بتكره شعوب تاني مستعد أنك أنت تتمسك في الدين عم بخليك متخلف عم ترجع للوراء كل اليوم متناول إيدينا فيك تقرأ البشارة الكراز يا كنيسة اشهدي يا كنيسة اكرزي بكفي الانقسام وعدم الوحدة بكفي أن نكون متمركزين على ذاتنا خلينا نتحد حتى نصل لكل أنحاء العالم من خلال رسالة يسوع المسيح هاي الثلاث علامات المعرفة والخطية الإثم والكرازي بهذا العصر آخر 30 سنة تمت في آن واحد ما تمتش ولا في أي فترة تاريخية وندل على شيء بدل أن الرب جاي قريب احذر انتبه حافظ حاسب على نفسك